أحبائي الترجي الرياضي التونسي على السلامة ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي موعدنا كل نهار خميس مع الترجي تي في 95 دقيقة حول كل ما يخص شيخ الأندية التونسية. في حصتنا الليلة باش نحكيو بالطبيعة على حدث اليوم كي تعرفوا الكل وهو الديماراج أو اللونسمون أوفيسيل تاع الترجي موبايل باش نرجعوا نحكيو عليه بأكثر تفاصيل مع ضيوفنا ومع هذا المولود الجديد. باش نحكيو أيضا على فريق كرة قدم بعد الانتصار نهار الأحد ضد ملعب الجيبسي في رادس، فريق قاعد يحضر في المقابلة القادمة مباراة الكأس ضد الأولمبي البيجي. نحكيو أيضا عن فريق كرة اليد، هزيمة صحيح البارح ضد النجم ولكن فريق يقعد في صدارة الترتيب بعد جولتين مرحلة التتويج. باش نحكيو على فريق كرة الطائرة ويواصل أبني فويت كمون تألقهم بمستوى عالي وفازوا في لقاء نصف نهائي من الكأس على الأولمبي القليبي في قاعته 3-0 وبالتالي تأهل للنهائي. شكون في مواجهات نجم الرياضي الساحلي في الكوب وفي الشامبيونا، هذا كل باش نرجعوا نحكيوا عليه في تلت هذه الحصه. ولكن قبل ما نبداو نحكيوا على مواضيعنا خليني ساعه نرحب بضيوفنا. يحضروا معنا اليوم المدير عام مساعد لشركه تونسي تيليكوم سي فاضل كريم. عسلامه سي فاضل. عسلامه. ايضا سيد عادل الدهماني مستشار تجاري وكوميرسيال في لوبيراسيون هذا ترجي موبايل اوبري دو ليسبيرونس سبورتيف دو تونس. مرحبا بك. وأولاد الدار معنا، بديت بضيوفنا نمشيو مع أولاد الدار. سي عبد الستار مبخوت عضو المجلس الإداري للترجي الرياضي التونسي وناطق رسمي باسم الترجي الرياضي التونسي. مرحبا بك سي عبد الستار. بيك يعيشك. يحضر معنا سي الأسعد سيراي أو الدكتور الأسعد سيراي رئيس المدير عام القطب الاقتصادي والمالي في الترجي الرياضي التونسي. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك يعيشك. قبل ما نبداو نحكيو على أكثر تفاصيل على اللونسمون أوفيسيال اليوم تاع الترجي موبايل، كنتوا حاضرين اليوم وعقدتوا توما ندوة صحفية اليوم بوغ كونفيرمي او اوفيسياليزي لونسمون تاع الترجي موبايل. اليوم كانت ندوة صحفية نتفرجوا ثم نرجعوا نحكيو في بلاتو. إذا كانت النوادي في بلادنا لاهية بكل ما هو عمل يومي، فإنه فريق الترجي الرياضي تعدى للسرعة القصوى وفهم إنه العمل اليومي هو من التحصيل الحاصل، والتفكير في المستقبل والبحث عن الموارد اللازمة والقارة للفريق هما اللي باش يوصلوه للمكانة اللي يستحقها ضمن التوب 50 للأندية العالمية. الترجي يبقى هو المبادر ويبقى هو صاحب الأرقام القياسية، مش في الحصول على الألقاب والبطولات فقط وإنما في المبادرات. فالترجي هو أول فريق عمل نزل خاص به، والكلنا نتذكر زادة أن الترجي هي الجمعية الوحيدة اللي لمت ما يزيد عن 20,000 منخرط سنة 2009، وجات بعدها مبادرة ترجي ستور ثم فكرة ترجي تي في، واليوم مولود آخر يتولد اللي هو ترجي موبيل. الآن مرينا إلى سرعة أكبر باش تكون اسم الترجي، براند الترجي، سينياتير تاع الترجي من العناصر اللي تبنى عليها خدمات وبرودوي دو تليفوني سميناه ترجي موبايل. مشروع يخلينا كيما الريال، البي اس جي، لويم وغيرهم من العمالقة في العالم. شنية تفاصيل هالفكرة؟ كيفاش باش يستفادوا منها المكشخين ويفيدوا الجمعية؟ الإجابة معاك يا شريف رفقة ضيوفنا الأعزاء. نبدأ معايا وخاصة مع ضيوفنا، نبدأ معك أنت عبد الستار. سمعت سؤال في التقرير، كنت فسرنا شنو هو ترجي موبايل وشنو وشكون باش تفيد وكيف باش تفيد أحبي الترجي الرياضي التونسي. هو قبل ما نبدأ في هذاك حبيت نذكر يعني ما كانتش وليدة صدفة العملية، هي نتيجة تفكير استراتيجي. نذكر في شهر نوفمبر 2010 سيد حمدي المد تقابلت أنا وياه وطلب مني باش ننضم للفريق العامل اللي هو قيادي في الترجي، وكيف تعرفت على سي الأسعد سراي والمجموعة الأخوة، وكان الغاية متاعه الأساسية هو وضع هياكل ومنظومات قيادية حديثة وتكون متناسقة مع الأهداف الاستراتيجية اللي يحبوا نعملها. وكان سي حمدي ما يحبش يخلي العملية ماشية مربوطة بشخصه، كان يبحث على الديمومة والبقاء لجمعية رياضية كبرى وكما الترجي. شيخ الأندية يجب أن يكون هو قيادي حتى في النقطة هذه في نطاق العملية هذه. نعم. كما تعودنا. كما تعودنا دورنا قيادي، فكنا مطالبين لوضع طريقة تعامل وتفكير. ونظمنا المؤسسة الترجي، نذكر اللي قد ما نعاود ونقول برنامج ترجي أفاق
2019 قد ما نوريه باقي مش واضحة لبعض الأخوان، لكن العملية هي سهلة جدا. احنا في نطاق احترام القانون، جمعية الرياضية عندها قانون غير قانون المؤسسات الاقتصادية. احنا ايش قلنا؟ قلنا نحترم القوانين كالعادة، الجمعية تبقى موجودة وهي تملك مؤسسات اقتصادية تكون حولها تدور في فلك متاعها، وكل مؤسسة الغاية اللي هي تكون على ملك الترجي، الغاية الأساسية متاعها هي أعطاء تدفقات مالية دي كاش فلو للجمعية حتى تقوم بالواجب متاعها الرياضي وتحقق أهدافها الرياضية. فبدعم من مجلس إدارة وعلى رأسه السيد حمدي مدب اشتغلنا عدة فرق وعدة معناها في عدة مجالات، لكن نعتقد اليوم هو يوم تاريخي لأنه الاتفاقية اللي تم إمضاها جزء أول متاعها ولا الإطار العام متاعها منذ مدة طيب يحكي عليها الأخيان مع يعني قيدوم الاتصالات في تونس اللي عمره أكثر من 160 سنة وترجي 100 سنة، فإحنا شيوخ يعني في العملية هذه. فكنا التقينا مصالح وين توين ربح من جهتين، فبالتالي كانت عندنا استراتيجية متاعنا تقابلت مع استراتيجية تونسية تيليكوم وخلتنا نحط اليد في اليد من أجل إنجاح هذا العمل. أنا ما نحبش ندخل في جزئياته لأنه إذا كان نحضر الماء يغيب التيمم فأهله ما كادر بشعابه، لكن اللي نقول أنه عملنا إن شاء الله نقلة نوعية كبيرة بالنسبة لجمعية الترجي التونسي إن شاء الله. دكتور فين باش يساعد في البلان فينانسي الترجي التونسي الأوبراسيون هذايا مع الترجي موبايل؟ معناها حسب بالك المرابيح وين باش تكون ومعناها وقت باش تجي؟ خاطر هذا البيوت نتاعها 100% فينانسي. اي بالطبيعه احنا جمعيه كيما جمعيه الكل تويكا معناتها حشتهم بالموارد باش ينجموا يواصلوا المهمه نتاعهم. ما تعرف تو الطلبات من الناحيه الماليه ولات كبيره برشا. وهذه وقت اللي صارت الانتخابات عند 3 سنين في المجلس الإدارة، من الاجتماع الأولاني مع سي حمدي احنا نسخيبوا باش نتلاقوا بالرياضة، قال راهو رياضة داكورد تلاقوا بها تلاقوا بالرياضة، لكن توا زاد لازم نخموا المداخيل الجمعية، نتلاقوا بالرياضة ونتلاقوا بالاستثمار، وتوا لازمنا نكون نخموا مع بعضنا. لقينا روحنا يزمنا نخمم على الجمعية. ونحب نقول حاجة سيك لو شوا الاختيار نتاع الأوبيراتور يسي في معناتها بصفة موضوعية يعني الأوبجيكتيفيتي، فماش معناتها الترجي قبل كل شيء وهذا أنا فرحان به. أنا واحد شخصيا فرحان اللي هي الترجي هي الأولانية، هي مصلحتها قبل كل شيء، فهمني؟ هذا حاجة اللي ما معناتها شراكة استراتيجية. هي شراكة استراتيجية. وأنا نحب نقول حاجة للجمهور لأنه ساعات تلقى محب الترجي يقول لك نحب نعاون الترجي، أنا كيفاش نعمل؟ نمشي للبارك نمد فلوس كيفاش؟ فكانت هم اشكاليه وانا ما كانش عندي جواب مش يقولوا بمشي للبارك خذ نيميرو دو كون صب فلوس ماهيش فيه. جات الفرصه هذه اللي المشجع ولا التونسي فهمني ينجم يستغل الكونسوم معناتها الواحد نتاعو لو كريدي نتاعو بور لا كومونيكاسيون، لكن الوقت يعاون الجمعية. معناها حاجة اوتيل يعاون الجمعية. وتعرف ترجي سي ان لابيل دو كاليتي، ترجي تونيزي تيليكوم سي ان لابيل وسي دو كاليتي. كي يجتمعوا مع بعضهم ما ينجموا يعطيو كان ان برودوي دو كاليتي اللي هو ترجي موبايل. صحيح. سي فاضل كان نرجعوا للاول العلاقات كيفاش بديت مع الترجي وكيفاش دخلتوا انتم في المشروع هذايا؟ ديما فت اول ما بدا الفكره نتاع المشروع هذايا بدا في الصيفيه الماضيه، كانت في شهر جويليه
وكنا وقتها معناها باتصال مع الترجي التونسي اللي عنده كما قال سي عبستار اللي عنده مشروع متكامل، عندهم نظرة مستقبلية واستشرافية مع برنامج أفاق 2019، وكانوا يعني ينتظروا منا، سألونا كش نجموا نقترف عليهم كمشاريع مع اتصالات تونس في هذا السياق. والحق خدمنا مع بعضنا، جاتنا فكرة الترجي موبيل تشاطرناها وتحدثنا فيها وحسناها في وصلنا لهالمشروع هذا وهالكونسبت الجديد. والحق احنا معنا أول حاجة نشكر الترجي هذه التونسي على هذه الثقة في اتصالات تونس. الحق خدمنا على المشروع بالباهي وحاولنا نكون أكثر الناس مقنعين خاطرش ما كناش وحدنا. وش بونس يعني وصلنا للهدف هذا اليوم. عملنا شراكة دونك بديناها كما قال سعب السار زادة وأسسنا لها من 30 سبتمبر 2013 اللي بديناها بأول مرحلة، هي المرحلة كلاسيكية مرحلة سبونسورينج. ولكن اليوم معنا اليوم نهار كبير، نهار تاريخي اللي هو المرحلة الثانية، مرحلة كبيرة ياسر، وهي خطوة أولى من نوعها في تونس. هي أولى من نوعها في تونس، أولى من نوعها في الجهة كاملة، ممكن حتى في شمال أفريقيا سي سيغتان وفي أفريقيا. دونك الحق احنا هذا احنا فخورين أن نكونوا مع الترجي الرياضي التونسي أول من يقوم بمثل هذه المشاريع، يعني إن شاء الله تكون المزايا نتاعها كبيرة على المستعملين الهاتف الجوال ومستعملين يعني لامارك وعلامة الترجي الرياضي التونسي. سعاد الجمعة كنت يظل أنت من الأول في البروجي هذا، وأنت كنت في الأول الانترميدير باش بين الترجي التونسي وتونسي تيليكوم. كنت تعطينا أنت سو البلان تكنيك زاد معناها كيفاش الناس باش تفهم أكثر شنو هو الترجي موبيل. ما قال سي عبستار وسي الأسعد سي فاضل، المشروع هو كيفاش بدا. المشروع كان سبونسورينغ، بعد قلنا لا سبونسورينغ سا في با بارتي دو الفكره نتاع 2019، فو بونسي اوت اوف ذا بوكس. معناتها حسن موجود سبونسورينغ بالضبط، فنحن حبينا نخرجوا من السبونسورينغ بيت ميشان. قلنا خلينا نخمو اوت اوف ذا بوكس، خلينا نخمو حاجه جديده. وذاك علاش بون انا اختصاصي معناتها التليكوم وكل شيء، وانا ولد الترجي هو باب السويقه. دونك الحق معناتها عصفورين بحجرك، عصفورين برشا حجرات دونك برشا عصافر. دونك الحمد لله انا عندي اتصالات بكل لي زوبيراتور في تونس بحكم خدمتنا وكل شيء معاهم. دونك انا ايسيي دو تروفي لا معناتها لا سوليسيون لا ميور كي فا بور ان كلوب سبورتيف كيما عريق كيما الترجي الرياضي التونسي. وانا كونسلتي تو لي زوبيراتور، سيتي با فاسيل. انا واحد من الناس معناتها جي باسي نجم نقول لك حضرت دي بريزونطاسيون للكونسيل دادمينستراسيون، سيتي با فاسيل. نحضر ونعاود ونعاود ونبدل ونشوف هذه وشوف هذيا، وشفنا تو لي زوبيراتور معناتها الحق معناتها لو ميريت زاد التونيزي تيليكوم اللي عاونتنا وكانوا صابورين برشا معانا واثبتوا لي كانهم شركه كبيره ومعناتها وتستحق معناتها مش بور فير سو بارتناريا افيك شيخ الانديه اللي هو الترجي الرياضي التونسي كونسيل دادمينستراسيون معناتها فريمون معناتها جو مسوي روتروفي قدام ناس فهمني يسلك على لو ديتاي دو ديتاي دو ديتاي. دونك سيتي با فاسيل، سيتي ان لون واحد. وهذاك انا بيدي معناتها وصلنا تطورنا معناتها لوفر معناتها مش حضرنا سو بارتناريا ا تو لي ديتاي بري. والاوتبوت معناتها شنو اللي خرجنا من هذا الكل؟ خرجنا اليوم عندنا اون بلاج بريفي اللي هو نمره 90 دقيقه كوره. خلينا نعطيو وقت في تفاصيل هذاك شنو حبيت نوصل نفسروا النمر هو 90 تكون معناتها واحد كي يطلب الاختيار تاع الرقم 90 بالضبط وقت واحد كي يطلبك نمر 90 نعرفوا راهم كشخ. هذه حاجه الاولى. دونك هذا نداء للجمهور الترجي
امشيوا اشريوا نمره 90، راكم تعاونوا في جمعيتكم، راو بالشيء هذاك تشري انت نمره 90 اعرف راك مش تساهم في بطوله، مش تساهم في كاس، مش تساهم في الميركاتو الجاي، مش تساهموا راهو رئيس هذا زاد لي اول مره معناتها البوز الكترونيك كلها الكونتور بيدو الكل داير بالترجي هذا التونسي وعندك اللوجو داخل بالضبط، حتى ذاك زاد قاعد نخدموا فيه اسابيع وشوفنا وحتى اول مره كارد ريشارج زاد كيف الريشارج زاد بكلها ويلي راهو سيد الدوت كارد ريشارج فيهم فيهم جمهور الترجي فيهم لي جوار القدامى نتاع الترجي اون فا فير بوكو دو دامبريسيون نتاع لي كارت دو ريشارج ومش يكونوا منوعين وكل شيء دونك نداء لجمهور الترجي هذا لو بروجي راهو ليهم هما لجمعيتهم مشي ماذا بينا كان يمشيوا الناس الكل من توا يمشيوا يشريوا دي كارت ترجي موبيل مش يساهموا في الميركاتو الجاي مش ترجي تنجم تشري جوارات كبار مش ترجي تبقى ديما في متوجة في البطولات نرجع شوية للمشروع المشروع كما قلت لك نمرو 90 اون بلاج بريفي 90 دقيقة كورة ماهوش جاي من الفراغ عملنا ان سيرفيس نمرو بور لو سيرفيس كليون معناتها واحد كيبدا عنده اشكال في الكارتة يطلب نمرو متخصص للترجي اللي هو 12 90 قبيله سي فاضل يقول لي نمرو 12 هو لو دوزيام جوار اللي هو الجمهور دونك هو الجمهور نداء لهم اليوم دونك راهو نمرو 12 ليكم انتوما ونمرو 90 هي لابلاج بريفي نتاعنا نحن وبعد كان تحب نجم نحكي على لي ديتاي سي فو فولي دو لوفر دقيقه بقداش ولي نومبر دو اس ام اس وتوت لي زوبسيون بوسيبل سي تحب كان تحب سي فاضل كان اوبيراتور تليفوني وحده ترجي موبايل كانوا معناها كي تشوفوا تو وحده باللوجو ليسبيرونس كانوا وحده معناها على روحه هو الحق في ممكن في المظهر ولا في الشكليه ممكن وحده هي ان فيت سي اون مارك في سافي او دولا دون مارك سي اون لين سي سون دي لين دو برودوي معناها عندنا تو احنا هي علامه تجاريه علامه تجاريه اول خطوه من هي المنتوج هذا اللي هو ولا العرض اللي هو ترجي موبيل اللي نوفر بريبي معناها اوفر معناها مسبقه الدفع ولكن ماهيش هذه اول خطوه ولكن ان شاء الله باش نكونوا فما خطوات اخرين اللي هما تابين تو سكي سيرفيس فالور اجوتي سيرفيس دو كونتوني اللي هي لاكتيفيتي سبورتيف نتاع ترجي وكذلك فما عندنا مشاريع عندنا افكار اخرى مانيش نقولوها توا ولكن فما افكار اخرى ان شاء الله تجي دونك نجم نقولوا سي اون ليني دو برودوي qui aujourd'hui qui est commercialisé في السوق اللي تقول وكأني ترجي وبحده ولكن داير سي تونيزي تيليكوم كامله اللي تخدم الريزو تونيزي تيليكوم سيرفيس كليون سي سون دي زيكيب تونيزي تيليكوم لو كليون لوي ميم سو بلان جوريديك سي ان كليون تونيزي تيليكوم دونك احنا الحق اتصالات تونس حاطين معنا تو لي مويان باش لنجاح هذه العمليه باش وفما يعني فما اون سارتان لوجيك باش تكون افكتيمون تتم بهالطريقه هذه علامه خاصه سيرفيس كليون خاص بلاج دو نيميرو خاصه ولكن معناها العلامه تسالتون العلامه هي ترجي الرياضي التونسي وترجي موبيل ولكن دارير يعني الحق اكيب تسالتون كامله اللي تخدم يعطيك بصحة تفضل صاحبي انا نعمل كومبليمون تراه للسؤال نتاعك هو انه العمليه هي معقده لان احنا نحبوا من جهه الترجي التونسي كالعاده نحترموا القوانين ومؤسسه عموميه محترمه كبيره كبرى كما تونسي تيليكوم تحترم القوانين فكل ما قمنا به الى اندر كنترول معناها تحت سيطره من النواحي القانونيه كامله وباش نوضح العمليه نادي الترجي ما عندوش الحق كنادي يقوم بعمليات تجاريه تم بعث من تحت اشراف سي لسعد السراي كمدير عام للقطب الاقتصادي مؤسسه متخصصه في الديستريبيسيون وربما غدو طلع عندها مؤسسه اخرى متخصصه في السيرفيس فالاجوتي تو نرجعوا لها لكن ترجي كجمعيه هي مالكه لاسم والبراند الترجي رخصت لاستعمال للاستعمال هذا رخصت علاش؟ لانه في النهايه الشركة اللي تم بعثها للتوزيع والشركات الكل هي على ملك الترجي تكون قانونيا عندها محاسبة وعندها مراقب حسابات وعندها حوكمة وعندها تدقيق وعندها كل شيء وأموالها
الارباح نتاعها باش ترجع للترجي باش تمول الانشطه نتاعها. في نفس الوقت يعني بالنسبه للعمليه بالنسبه للمواطن هو المواطن بصفه عامه ما نقولش مكشخين بركه لانه البرودوي نحبوا نجبدوا به الناس الكل ومكشخين موجودين في كل بقعه لانه في كامل الجمهوريه وطلبات توا حسب معطيات تعطيني الخيان موجوده في معناها على كل الخريطه الخارطه نتاع الجمهوريه. يعني البرودوي في حد ذاته اتراكتيف هو باش يحمل حاجات تخلي حتى تنسى حمراء وصفرة تولي تقتني مش تكون فما دي ميساج ونحطوا لي ريزولتا. حبيت نقول العمليه انه المواطن فعد نطلبوا منه بربي عاوننا عاون يعيشك عاون جمعيتك. لا ما نقولوش عاون جمعيتك نقولوا له استعمل البراند ترجي موبايل يشرق عليك يقولوا شخصيه معناها يواتيك في يلوالمك لكن في نفس الوقت باش تلقى خدمات معناها بأسعار معقولة وتنافسية وفي نفس الوقت تمول في جمعيتك. فأعتقد أنا يعني كل العملية باش تكون إن شاء الله ناجحة لأنه قاعدة تدرسها. والنقطة اللي باش نرجع لها متاع السيفيسا ولا جوتي راهو العملية مازلنا في البداية. احنا يزمنا اليوم عندنا مليون خاطر عندنا بلاج فيها 999 معنا مليون مشترك وبعد تعديو في الوقت اللي ضاف مازال مليون يزمو يتكلم يستعمل ويلزم العمليات. احنا يلزمنا ندعموا تصورات صور نبعثوا اهداف المباشر وكل ما موجود يعني كل ما هو يعطي صوره لانه ثم شوق كبير للناس اللي ماهوش عايشين في تونس حتى اللي لبرا يسمعوا فينا كان ثم ناس تبع فينا لبرا تولي يستعملوا يعني الرقم هذا 90. فبالتالي العمليه باش تكون مربحه للمستعمل التزي تيليكوم كاوبيراتور واحنا كجمعيه من خلال الهياكل التجاريه نتاعنا. واضح صاحب ستار. باش نواصلوا احنا الحديث على هذا المولود الجديد ترجي موبايل بعد الترجي ستور وترجي تي في ترجي موبايل. باش نواصلوا نتحدثوا ونحكيوا اكثر ديتاي بما على الفلوس وقداش تكلف الدقيقه وخاصه بين مستعملين نفس الاوبيراتور معناها نستعملوا ترجي موبايل مع بعضهم. نحكيوا فيها هذايا من بعد بكثر ديتاي. باش نخرجوا فاصل اشهاري ثم نعود.